لا خلاف طبعا على كون نجاح محمد رمضان في عالم التمثيل قد جعل البعض ينظرون إلى الأمر وكأنه ظاهرة تستحق النظر إليها بعين الاعتبار والبحث خلف أسباب تكون هذه الظاهرة بهذا الشكل الملفت والغريب. إنجاز الوصف. فطبعا من المنطقي جدا أن يظهر ممثل جديد وينجح خلال هذه الفترة القصيرة من النجاح والانتشار أن يكون هذا الممثل فتى صغير وفي نفس الوقت أسمر البشرة وليس جان أو شخص ذو هيئة ملفتة، وأيضا ليس ابن نجم أو له واسطة معينة في هذا المجال. فهذا بالتأكيد أمر يبعث عن الحيرة والشك، والشك هنا ليس ما يشار به طبعا إلى التشكيك أو التفكير في السوء، لكن كل ما هنالك أنه ليس منطقيا، وحتى لو كان منطقي فسوف يكون من العادل جدا التعرف على تلك الأسباب التي تجعله كذلك، وهذا بالضبط ما سنتكلم عنه في هذا الفيديو. أنا سفيان مسعود وسنتحدث عن محمد رمضان وكيف نجح في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة بهذه السرعة. ولكن قبل ما نبدأ، إذا كنتم مش مشتركين اشتركوا وضعوا لايك للفيديو. قبل كل شيء، قبل أن نتحدث عن أسباب محمد رمضان، فنحن بحاجة أولا إلى إثبات هذا النجاح أو التعرف عليه بشكل مباشر. فقد ظهر هذا الرجل في عام 2009، أي قبل 14 سنة فقط. قبل ذلك كان مشاركا بدور بسيط في مسرحية مغمورة مع النجم سعيد صالح، لكنه تمكن من إثبات براعته وكسب إعجاب النجم الكوميدي الشهير. بعد ذلك مثل في دور صغير بمسلسل كان النجم العالمي عمر الشريف حاضرا فيه، وبسبب هذا الدور توقع له الشريف مستقبلا كبيرا ونجاحا متصاعدا من خلال برنامج تلفزيوني لا زال متداول حتى الآن، في إشارة إلى صدق حدس ذلك النجم الكبير. وبعد ثورة يناير انطلق محمد رمضان كما لو كان بركانا وانفجر، إذ أنه قد قدم العديد من الأفلام في دور بطولة مطلقة واكتسب من خلالها شعبية كبيرة التي جاءت بشكل تصاعدي. بعد ذلك اتجه رمضان إلى ساحة تبدو صعبة بعض الشيء، لكنه مرة أخرى أثبت نجاحه وجدارته، حيث أصبح نجما تلفزيونيا ونافس نجوم عمالقة في ذلك التوقيت. وربما الأمر الباعث عن الاندهاش والإعجاب في نفس الوقت أكثر من أي شيء آخر هو أن هذا الرجل قد تمكن من الحفاظ عن نجاحه وتواجده على قمة الهرم الفني خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك سواء في الدراما أو السينما. فكيف فعل ذلك الأمر يا ترى؟ هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه. الآن نحن نعرف تماما معرفة أنه لا شيء يحدث بالصدفة، وأن النجاح لا يأتي بفراغ، وإنما كانت هناك بعض الأسباب التي قادت وأدت إليه. على العموم لابد أنكم مهتمون بالتعرف على هذه الأسباب، والتي أهمها التسلح بالجمهور. أهم أسلحة التي يحاول أي شخص استغلالها دائما في رحلة نجاحه هو سلاح الجمهور. فعلى الرغم من أن رمضان لم يكمل 30 من عمره بعد، إلا أنه قد تمكن من حصد قاعدة كبيرة ومختلفة من الجمهور. فالجميع يحب رمضان ويقدر الفن الذي يقوم بتقديمه، وعلى الجانب الآخر فإن محمد رمضان يحاول استغلال ذلك جيدا والاستقواء به في أكثر من مناسبة، وكأنه سلاح فعلا ليس مجرد كيان يحب الفن الذي يقوم هذا الرجل بتقديمه. وربما ينعكس ذلك الأمر من خلال نجاح كل شيء يقدمه هذا الرجل، وكأنه في الأساس يتواجد في صورته الناجحة دون أي جهد. كذلك من الأسباب التي تجعل نجاح محمد رمضان يأتي بهذه الطريقة هو أنه بالأساس قد خاض رحلة صعود شاقة بعض الشيء، لدرجة أن البعض بات يعتبرها رحلة منهمة، إنجاز التعبير واسمحوا لي. ففي البداية كان هذا الرجل مجرد فتى صغير جاء إلى القاهرة باحثا عن دور صغير في مسرحية للنجم سعيد صالح، كان أسمر اللون، أي ليس وسيما ولا يمتلك سلاحا بخلاف موهبته ما بها، ولم يأتي بصورة عشوائية على الإطلاق. هذا السبب له علاقة بالشريحة التي يمثلها رمضان في أفلامه ومسلسلاته، وهي شريحة البسطاء التي تعتبر بلا شك الشريحة السائدة. فليس هناك فيلم لهذا الرجل قد بدأ وهو شاب ثري أو ذو منصب ونفوذ سياسي معين، بل غالبا ما يبدأ الأمر من الصفر أو قبل الصفر بقليل،
ثم يتدرج بعد ذلك حتى يصبح في مكانة كبيرة. ولو أمعنا التركيز في هذا الأمر فسنجد أنه حلم كل المنتمين لمثل هذه الشرائح. فجميعنا في بداية طريقنا نكون في منطقة منخفضة، ثم ترتفع بنا الأحلام إلى منطقة مرتفعة، شيئا فشيئا ربما نصل إليها وربما لا، لكن العامل المشترك أننا نحلم، ورمضان يحقق لنا هذا الحلم غالبا. والآن السؤال الذي جئت من أجله، ما هو الشيء الأهم من تحقيق النجاح الكبير يا ترى؟ ببساطة المحافظة على ذلك النجاح، وهذا بالضبط ما نجح رمضان في القيام به. إذ أنه لو قدم فيلم أو مسلسل جيد في عام من الأعوام ثم جاء وقدم فيلما بمستوى أقل لم يكن ليحصد كل هذه الشعبية والجماهيرية، لكن ما فعله أنه قدم كل الجهد فقط من أجل أن يظل في نفس المكان التي وصل إليها، إذ لم يكن يسعى بالتأكيد إلى رفع المكان لمستوى أعلى وأفضل بكثير. وربما الدليل الأهم على ذلك أنه في كل عام يتضاعف أجره بنسبة أكبر عن العام الذي يسبقه، وهو بالتأكيد أمر لا يحدث من الفراغ، وإنما يرى المنتجون أن هذا الشخص يستحق ما هو أكبر لأنه يحقق النجاح الأكبر كذلك. وفي الآونة الأخيرة جاء نجاح محمد رمضان بصورة جديدة ومختلفة تماما عن الصورة التي اعتاد عليها الجمهور وأدمنها، إنجاز التعبير. فالجميع اعتاد على هذا الرجل على الأفلام والمسلسلات المميزة، لكنه جاء وقدم مهرجات وأغاني شعبية وكأنه نجم غناء شعبي بالفعل، وليس مجرد شخص يقتحم مجال جديد عليه. ففي اليوم الذي يتم فيه إصدار أغنية جديدة لهذا الرجل يكون النجاح حليفا لهذه الأغنية وتحقق أعلى المشاهدات، سواء كنت ضده أو لا فالأرقام هي التي تتحدث. إن كانت في صورة فيديو كليب تحقق أعلى المشاهدات، إن كانت مجرد أغنية مسموعة تحقق أعلى نسبة استماع، أيضا يكون هناك انتشار لها في أوساط شريحة عريضة وخاصة طبقة الأفراح والتجمعات الشعبية. هكذا بنى هذا الرجل مجده وقاعدته وشعبيته. ختاما عزيزي المشاهد، هذا الفيديو طبعا لا يعبر عن رأيي الشخصي في محمد رمضان، وإنما هو استعراض لقصة نجاح قد تبدو بلا مبالغة ملهمة لك. فأي شخص يحلم بالتمثيل أو أي شيء في هذه الدنيا سوف يعتقد في سن محمد رمضان الحالي أنه لا يزال أمامه الكثير من أجل الوصول في هذا المجال، لكن رمضان حقق ما حققه في السنوات القليلة وبتصاعد غير مسبوق، ولهذا تكلمت عنه، وخاصة أنني أحب مجال صناعة الأفلام والمسلسلات فأحضرت رجلا من نفس المجال. كان هذا كل شيء عندي، لايك للفيديو إذا عجبكم، شاركوه بين أصحابكم وقل لي رأيك، انتقدني عارضني لأنه هذا فعلا راح يخليني أني نطور من محتواي. كان أنا معكم مسعود سفيان، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.